بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم هنا الحقيقة. لفنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من الملفات المهمة جدا التي تمثل بعد قومي وأمني لمصر. ملفنا النهاردة هنتكلم فيه عن التنمية الزراعية في سيناء الحبيبة. للأسف الشديد وما يحزنني أننا لا نتذكر سيناء إلا في 25 إبريل من كل عام، وزي ما حضراتكم شايفين بدأ الكلام يخفت عن سيناء بعد 25 إبريل، لكن كان يوم 24 إبريل و 25 إبريل كانت الأصوات عالية وكل البرامج في القنوات المختلفة بتتكلم عن سيناء، ولكن بدأ الحديث رويدا رويدا ينسى سيناء ولا نتذكرها إلا في 25 من إبريل من العام القادم للأسف الشديد. كنت أتمنى أن نحتفل بتحرير سيناء في 25 إبريل ونحن قد استطعنا أن نوطن 1 أو 2 مليون مواطن في سيناء الحبيبة. كنت أتمنى أن نحتفل بتحرير سيناء في 25 إبريل ونحن قد استطعنا استصلاح 1 أو 2 مليون فدان وزراعتهم لإضافتهم إلى الرقعة الزراعية في مصر، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث. وعد مني أننا دائما في هذا البرنامج سوف نتذكر سيناء ولن ننساها أبدا، لأنها تمثل بعد قومي وأمني لمصر على الحدود الشرقية. ولو تحقق الهدف وتحقق الأمل وتم زراعة سيناء وتم توطين البشر فيها، ما كنا الآن نعاني من هذا الإرهاب البغيض في سيناء. انتظرونا أعزائي المشاهدين في هذا الملف المهم، هنتكلم فيه الحقيقة بمنتهى الصراحة عما يحدث في سيناء والإهمال الذي طالها وكان سببا فيه الحكومات السابقة للأسف الشديد.